أودت أن أكون مصريا وأعيش مصري وأموت مصري وبعشق مصر وبحب مصر مدى الحياة. مصرية عشان أنا بحب بلدي جدا. أتمناش أن أنا أكون غير مصر. أتمنى أكون مصرية طبعا، ويشرفني ويسعدني. مصرية طبعا. مصر دي حلوة، مش شفتش حاجة منها وحشة الصباح. كان أيام مصطفى كامل كانت حاجة حلوة لما يقولك لو لم أكن مصريا لو أودت أن أكون مصريا، وهذه مقولة كلنا عرفناها وحفظناها من زمان من أيام الطفولة. أما الآن وأنا بشوف أبنائنا وأولادنا بيرموا نفسهم في البحر عشان يهاجروا الليجل بطرق غير شرعية للبلاد الإفرنجة، وكان وما في بطونهم أنهم يقولون أني لو لم أكن مصريا لوددت ألا أكون مصريا، لأن الوضع الحالي الحقيقة في مصر غير مشرف. لا، حاجات كتير زي مثلا احنا شعب حبوب، دمه خفيف ظريف، بنحب بعض، متعاونين. متهيألي حاجه زي كده مش موجوده في اي بلد. كفايه حبنا لبلدنا وايماننا بالله عز وجل، وان احنا نتقرب من الله عز وجل نبقى زي الفل، وبعدين عن الله هو اللي عامل كل ده. والله يعني حاجات كتير، يعني حاجة وحيدة مش هتلاقيها في أي شعب، إن الشعب بتاعنا قلبه طيب قوي وبيصدق أي حاجة، ومن نوع إن هو بيتصالح بسرعة. يعني لما حد حتى بيزعله في حاجة تصالحيه بسرعة، فدي مش هتلاقيها في أي شعب تاني. والتعاون بقى والحب ما بيننا وكده. يعني أنا لسه ببدأ، لسه طالع على وش الدنيا وكده، يعني لسه شفتش حاجة وحشة منها. بس يعني أهلي بيقولوا لي مصر حلو أحسن من أي بلد تاني. كل حاجة جميلة، كل حاجة جميلة، بس الناس تصبر وهتبقى إن شاء الله، إن شاء الله الأيام اللي جاية هتبقى أحسن والله. بس الناس تخلص ويبقى عندها على رجل قلب واحد. كل حاجة حلوة، مصر دي أحسن من أجمل بلاد العالم كلها، في ناسها والشوارع في كل حاجة. وفي رمضان اهو، احنا في رمضان اهو. بلد جميلة فعلا بجد حقيقي، وتستحق فعلا احنا ندافع عنها بروحنا وقلبنا وكل حاجة. مصر التاريخ والحضارة، في حاجات كتير مش في أي بلد تاني، ومش هنلاقيها في أي بلد تاني. ما ينفعش أكون مش مصر، لازم أكون مصر وأموت في مصر، ومهما يحصل في مصر هموت في مصر.